ودلوقتي معانا سمر. سمر خست 50 كيلو على 7 خطوات. يا جماعة إنجاز رهيب بجد، يعني أنا سعيدة جدا بوجودك أنا النهاردة، أسعد والله كتير. منوراني. قوليلي انتي، احكيلي بقى قصة، يعني انتي 50 كيلو، انتي كنت يا سمر 110 وبقيتي 60، يعني تمام بني آدم تاني، يعني اتقسمت نصين كده. بالظبط. انا نفسي لما بشوف صوري القديمه بستغرب، ناس كلها بتستغرب، يعني الموضوع طبعا يعني فعلا فرق كتير جدا جدا، وكمان كل مرحله كنت بنزل فيها في الوزن كان ليها يعني احساس. طبعا فانا ان انا انزل كل ده يعني في الاخر واحافظ عليه، يعني هي دي البوينت الاساسيه، ان انا حافظت على الوزن. يعني انا بقالي 4 سنين تقريبا محافظه على الوزن ده، وكان في النص في ال4 سنين دول كان عندي بنوته عندها 2.5 سنين. فلما جيت بقيت حامل طلعت الوزن اللي هو بتاع الحمل 10 12 كيلو، وبعد ما خلاص ولدت وكده الدنيا بقت زي الفل، يعني نزلت بسهوله. عشان كنت عارفه 7 خطوات. كنت ماشيه عليها، يعني انا طول عمري بعمل دايت وجيمات بنجح وبفشل، ولازم ارجع تاني. انا كنت ماشيه على نظام حرمان، لما بقى مشيت على النصايح لا، الموضوع انا اللي بحدد انا هاكل ايه ومش هاكل ايه وامتى وازاي ومجهودي النهارده، طب هزود طب هنقص، يعني انا بقيت دكتوره نفسي، يعني بقيت الحمد عارفه لله، الدنيا ماشيه ازاي. ده حاجة رائعة. ده انتي حقيقي. معاكي بنوتة ولا؟ معايا سيف 8 سنين وسيدرا طب تلاتين. وعملتي ايه في سيف؟ لا سيف انا كنت مليانه جدا جدا، يعني درجه انا كنت عشرينات، كان بتشاف اكبر كتير، كانت حالتي النفسيه وحشه جدا. انتي اصلا شكلك دلوقتي عشرينات. لا انا بقى في العشرينات، يعني هتشوفي الصور لا يعني مختلفه تماما تماما يعني. طب احنا لا لازم نشوف الصور، مش هينفع كده نشوف الصور. يلا بينا. دي سيف كان عنده 10 شهور. ده هنا كان سيف عنده 10 شهور. انت لا، انسانه تانية خالص يا مش جماعه، انا، الوش مختلف تماما. دي مامتي. لا فعلا مش مختلف. في صور تانية طيب كمان؟ في تقريبا معانا صور تانية، اريني لو نشوفها 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 قوي. هلا دي دلوقتي دي يعني. دلوقتي لا، بني ادم لا يمسكها، حاطه ايديها في جيبها طبعا. وكل حاجه. طب بس لا نشوف الصوره اللي قبلها بقى اللي طلعتوها. بصوا وشها حد تاني، مش انا. يعني فعلا، يعني كانه مامتك مش انت، ايوه دي او حقيقه. جدتك مش انت بصراحه، وشك حد تاني خالص. ما شاء الله. الحمد لله. هي انت اكتر حاسه حاجه بايه بقى بعد ما خسيتي 50 كيلو؟ الثقه عاليه جدا، الحركه بقت اسهل جدا. طبعا بص بقى، موديل بقى تشتغل موديل. ما بس شاء الله. كمان انا بقيت اقول لاصحابي والناس اللي حواليا، يا جماعه والله الدايت مش ان انا امشي على ورقه وقلم وحاجات مكتوبه، انا اللي بحدد لنفسي هعمل ايه وهتصرف ازاي وهاكل ايه وفي حدود المتاح. يعني انا حتى بقيت اعمل كل حاجه بالبدايل، والله انا السكر لا هلغيه، يعني الاول كنت بدي باخده دايت بقيت لغيته خالص خلاص، انا بقيت حتى واخده ان انا ما اكلش سكر. هايل. بالليل لو جات الطبيعي ان انا باخد اي بروتين، ده لو انا جعانه اشرب حاجه دافيه، انام بدري واصحى بدري. موضوع الشاي بليمون ده، يعني انا كنت سمعت حضرتك قبل كده قلتي ان هو بيمتص دهون الوجبه، فانا بتعامل معاه على اساس ان هو ده الدواء بتاعي. اللي هو بعد الوجبه بعد بنص الوجبه ساعه، بعد نص ساعه هو مش بيمتصه، بيساعد على الحرق. انت وبيقفل بتحسي معايا. بتزيقه كده لما تشربي الشاي بالليمون، ده حقيقي، فهو بيساعد على الحرق كده. ده حقيقي. ده كمان انا بحس ان انا مش خلاص شبعت، يعني بعد الشاي بالليمون ده بحس ان انا اتقفلت معايا خلاص، ما مش قادره اكل. وبالليل الزبادي بالليمون. بالليل طبعا انا كنت بمشي بالليمون معايا في الشنطه، يعني في اي مكان انا بره هاكلها. هو الفيتامين سي يا جماعه بيرفع المناعه وبيرفع الحرق، وفي نفس الوقت هايل بقى للكولاجين الوش والجسم، وبيخلي الواحد ايوه دايما شباب. ايوه ما شاء الله. طيب انت ايه، احكي لنا بقى شرايح الخبز مشبعه، الدنيا ايه؟ الاول ما كنتش بعملها، جيت من حوالي سنتين كده ابتديت اجرب الوصفه اللي هي بالحمص والشوفان، فعجبتني وبقيت اضيف لها بقى الكينوا والشيا وبذر الكتان والحاجات دي، فدي اعتمدتها. وساعات بحط معاها كمان جزر مبشور، احس ان هي تنفع ايوه معايا. بتدي التكه السحريه. يعني بقيت العب في المكونات، برافو وكمان عليك. بوصل للتيست اللي يعجبني وبجرب على اولادي وعلى الناس المحاطين بيا، بس ما بروحش اقول لهم ان دي دايت، يعني انا ايوه كلمة دايت جربوا بتصدهم على طول. ايه صح، عجبتكم مش دايت. اروح انا يا جماعه دي دايت، فيبتدي الانبهار بقى، طب دايت ازاي عشان انا شلت ده وحطيت ده وعملت ده. فالدايت مش اكل ناس تعبانه او ايوه اكل ان انا افضل حارمه نفسي واقع من طولي، لا خالص.
برافو عليكي، انا بجد فخوره بيكي وسعيده. على فكره في حد كان سالني شرايح الخبز ينفع من غير حمص؟ اه ينفع، ممكن تشيل الحمص خالص. ممكن، اه انا جربتها برضو مره بالترمس ومره من غير اي بقوليات تماما. اه يتشال بقوليات وتتعمل بالشوفان واللوز مثلا، يفضل الشيا، الحاجات دي، بذر الكتان مهم جدا، ممكن تشيله خالص الحمص او العدس او اي حاجه بقوليات تتشال، مش لازم تحط.